أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والعشرون: التوسط والاعتدال وذم الغلو. نعم، القرآن دائما يدعو إلى التوسط والاعتدال، هو الدين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهو وسط في كل شيء. ففي حق الأنبياء هو وسط بين غلو النصارى وتقصير اليهود. فاليهود اتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه يعني ابن خطيئة، والنصارى جعلوا عيسى ابن الله. فتوسط القرآن الكريم وذكر أنه عبد ولكنه أيضا رسول صلوات ربي وسلامه عليه. أمر بالتوسط في الإنفاق، فلا تبسطها كل البسط، ولا يجوز لك أيضا أن تقبضها قبضا تاما، وإنما تنفق باعتدال، تنفق كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نهى عن التهور ونهى عن الجبن، وإنما شجاعة باعتدال. نهى عن التسخط ونهى عن لا مبالاة، فأمر بالصبر. فدائما يأتي بالتوسط في الأشياء، وأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني اعمل العدل وأيضا أحسن، فلا تهمل العدل لأجل الإحسان ولا تهمل الإحسان لأجل العدل. نعم.